مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نلتقي بكم في هذا البث المباشر من العاصمة السوسية مدينة أكادير، وفي قصة أخرى من القصص الاجتماعية المؤثرة لشاب في مقتبل العمر والتي تعيش ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها بأن ظروف قاسية، بعدما طرقت كل الأبواب لتجد كل الأبواب موصدة والأبواب مغلقة في وجهها. وهذا الشاب التي ترون أمامكم فهي حاملة المشروع خاصة في مجال الحلاقة، ولديها دبلوم في هذا المجال، مجال الحلاقة والتجميل، لكن ربما لظروف كنا كنعرفوها بطبيعة الحال لأن المجتمع لا يرحم. فكنت من أي واحد يعني شاف هذا اللايف أنه يبارطاجيه على أوسع نطاق ويعتبر هذه بمثابة الأخ ديالو، بمثابة وحدة من العائلة ديالو، ومن أجل مد يد المساعدة لها. فغادي نخليكم مع هذه القصة، وكنتمنى التعاطف ديالكم وأيضا البارتاج ديالكم في كل يعني منصات مواقع التواصل الاجتماعي حتى يصل صوت هذه الشابة التي ربما تعيش ظروف قاسية جدا. مرحبا للا، شنو المشكل ديالك؟ شنو القصة ديالك؟ عاودي لنا الظروف اللي كتعيشها. السلام عليكم. قربي الميكرو شويه. السلام عليكم. اول حاجه ما عرفتش والله، وليت انا تقريبا تسطر. الحاجه الوحيده في اللي وليت كنفكر فيها عقلي ولا خاوي، وليت كنفكر غير في الانتحار. علاش؟ حيت ما لقيت شي واحد يوقف معايا، حيت ما لقيت شي واحد يوقف جنبي. شنو اللي خلاك انا يعني؟ شريت ليسانس، صاحبتي جات عندي انا كبات وهي صاحبتي تهضر. شنو اللي خلاك يعني؟ شنو اللي وصلك يعني لهذا المواصل؟ عييت 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 من بزاف تاع الحوايج، عييت من الدنيا. يا سوا نخرج للزنقه ونمشي ندير شي حوايج. من قبل ما توصلي يعني، نبداو معاك خطوه خطوه يعني، قبل ما توصلي لهذا الشيء كيفاش كنتي عايشه؟ شنو كيفاش قريتي؟ كنت عايشه؟ لا ما عمرني ما قريت. كبرت في الباديه مع خوتي، اللي كبر مني قراو واللي صغر مني قراو. انا كنت مقابله خوتي، انا اللي كنت مقابلهم. كانت عندي امي، كان عندي با. ماتت امي، مات با، يعني كل بعدا ما يموت با كلشي، وتا واحد ما عقل عليا باقي. علاش تخلاو عليك؟ علاش تنكروا ليك؟ تخلاو عليا حيت انا زوجوني وطلقوني صغيره وعشت راسي، ما تقبلوني. اش من عمر فاش اش من عمر فاش تزوجتي؟ 13 عام. تزوجتي انت بنت 13 عام؟ اه تزوجت بنت 13 عام، ورجعت لدارنا عندي 14 عام، وبقيت مقابله خوتي حتى ولات عندي 20 عام. اوكي، ربما 13 عام يعني باقي طفله، باقي باغي تلعبي، باقي هذا الشيء اللي كاين. كي داير هذا الزواج ديال 13 عام؟ ديال الدراري الصغار. واش يعني تزوجتي فين يعني؟ في واش المنطقه ديالي؟ اش من منطقه؟ خنيفره. اه واش ايميل شيل؟ لا ماشي ايميل شيل، حيت كنشوفوا ربما الشيخ بني ملال ما كاينش عندنا يعني، كنشوفوا هاد الظاهره يعني كاينه بزاف في دوك النواحي ديال الزايان. هاد الشيء كيديروه الوالدين والعائله، ما ماشي في الظاهره ديال الزايان. هاد الشيء في 13 عام فاش مشيتي 13 عام تزوج، واش كنتي عارفه نيتو؟ واش مزيان؟ عارفه الزواج، كنت كنطيب في داري، كنقوم بالشغل تاع داري. السبب ديالي هو الراجل ديالي تشد في الحبس، و انا ما يخصنيش نبقى يعني. عائلته صافي قال لك صافي سيري لدار. ماشي ليا انا اللي مشيت لراسي، انا اللي مشيت لراسي لدارنا، وجلست في دارنا، وجلست في دار با وفي دار خوتي وفي كل شيء. صافي بقيت كنشقى عليهم، كنخدم عليهم في الدار، ممنوع تخدمي في الزنقه، ممنوع. حنا كنا اصلا ساكنين في العروبيه اللي غنخدموا. يعني حرموك من الطفوله ديالك؟ حرموني من الطفوله ديالي، من الحياه ديالي، من كل شيء، يعني لدرجه ملي كنحط راسي كنعس وما كنعش. ما كيدينيش نعس، عمرني ما عقلت على راسي نعست. علاش؟ شنو منين عندي 20 عام؟ دابا عندي 34 عام، ما عمرني عقلت على راسي نعست. كلشي دا كلشي مدمرني في حياتي، مدمرني. علاش ما قريتش؟ كنشوف غير ميساج ما كنقراش. يعني ما كنشوف بزاف د الحوايج. بغيت نمشي نقرا، ما يمكنش ليا نخدم ونقرا. ما غاديش نوفر، ما غاديش نعيش، ما غاديش نخلص الدول والكرا ونخلص المصروف. امتى خرجتي للحياه يعني؟ خرجت للحياه يعني عندي 20 عام. 20 عام. 20 عام خرجتي من داركم؟ صافي خرجت من دارنا، قريت الحلاقة تقريبا عندي 5 دبلومات ديال الحلاقة، خدمت بزاف في الصالونات. ولكن كيفاش قريتي الحلاقة وانت ربما قلتي لي ما كتعرفيش تقراي؟ انا شكون؟ لا مشيت قريت في المدرسة، يعني ماشي ضروري غادي تكتب وتقرا باش تقرا الحلاقة. راه كتشوف وكتشد في عقلك بزاف يعني على الحوايج. قريتيها بعقلك؟ نصبغ الشعر، ندير البروتيين، ندير لو جيل، ندير فيرمي بيغمانو، كلشي كنعرف نديرو. كل قلت لك عندي 5 دبلومات. يعني شديتي الدبلومات؟ ما قريت شحال من حاجه، ما قريتش غير واحد الحاجه. خدمت في لوزينات، كنت نقرا الحلاقه كنقراها غير نهار، غير نهار السيمانه. يعني كتمشي تخدم غير نهار السبت اللي كنت كنقرا الحلاقه، كتمشي السيمانه كامله في اوزين ديال يعني
ديال الحوت هنا في اكادير. يعني باش توفري ما تاكلي. باش نخلص الكرا ديالي ديك الساعة. يعني كنت شادة كاري واحد البيت. ايوا يعني باش ما تمشيش للزنقة ما تلحقش. باش ما نمشيش للزنقة كنت كنمشي كنخدم. يعني عانيت بزاف تاع الحوايج. كاينين بزاف الناس غادي يشوفوا هاد لا فيديو حيت كيشوفوني في الزنقة كنضحك غيستغربوا. كاينين بزاف تاع الناس ساكنين هنا حدايا خدمت معاهم هادو لي الحوايج. يعني الناس كيشوفوك كيقولوا هادي ما خاصها والو. عطيتهم بطبوط كنصاوب لهم بطبوط هنا في الدار وكنديه كنبيعو. فهاد السوق واحد السوق السمكة هو كاين هنا كلهم الناس اللي كاينين فيه كيعرفوني خدمت معاهم. عييت من هاد الحياة. انا دابا حاليا كنحاول يا غير خصني شي طبيب نفسي غادي نطيح حيت الا ما لقيتش شي حاجة. علاش تقلب يعني علاش تقلبت حياتك ما بقيتيش خدامة ما بقيتيش؟ خدمت فواحد الصالون بزاف تاع الوقت. هاديك ولا الصالون الله يعمرها دار الناس اللي فرقوني معاه ولكن واخا هكاك انا كنت خدامة غير معذبة ما كانش اصلا ما كيشيط لك والو ما كيشيط ليا حتى شي حاجه. كنت خدامه معاها غير حيت هي عزيزه عليا وعندها مشاكل مع في حياتها وانا بقيت واقفه معاها في المشروع ديالها. هادشي هو اللي كاين. شحال كتصوري في النهار تقريبا؟ يعني قلتي لي ربما 40 درهم. 40 درهم في الصيف على الاقل غادي تشيط لك واحد 150 درهم. هادي اقل حاجه غاتشيط لك ولكن فيها الكرا فيها المصروف فيها الموضوع فيها بزاف تاع الحوايج. يعني راه ما يمكنش انا غادي نمشي نخدم في واحد الصالون وغادي تشيط ليا 150 درهم في النهار وفيها الكرا وانا كاريه ب 30000 ريال. انا دابا كنحاول يعني بقيتي شي واحد يعني بقيتي عايشه بوحدك يعني ما كاينش اللي عقل عليك؟ ما كاينش اللي عقل عليا ما كاينش العائله صافي تخلاو عليك. خوتي ما تيسول فيا حتى شي واحد. انا علاش ولكن واش انت خايبه لهالدرجه باش انا راه هادشي اللي بغيت نعرف هادشي علاش بغيت نتهنى من هاد الحياه حيت انا ما عمرني اديت شي واحد. كيف كنتي خدامه بعرق كتافك ما كديريش شي حاجه خايبه؟ ما عمرني درت شي حاجه خايبه وما كنكمي ما كنشرب ما كندير حتى شي حاجه اللي حرام ولا غلط. ممكن باش يكرهوك يعني ويتخلاو عليك؟ خوتي كرهوني على اساس ما خصنيش انا نتزوج ونرجع لهم للدار وتعرف العربيه وما عندهم واحد النفس خاصه بهم. يعني خصك تبقاي ديما مزوجه واخا معذبه واخا المهم بالراس ماما ما تهمهمش. ولا صافي ما نبقاوش. انا خوتي الدراري ما شفتهمش من 2013 من دفنت الوالده ما شفتهمش الدراري بالضبط. لا لا اليوم يعني كي دايره حياتك؟ حياتي ما عنديش لدرجه حتى ما ناكل. وصلت لدرجه ما عنديش ما ناكل. الباب اللي دقيتو شنو فين غنمشي نخدم؟ نخدم سربايه اللي ديالي يطلع فيا ويهبط فيا واللي جاي يقول لي يعطيني النمره التليفون. هذه شوف هادي هي اول خدمه لقيتها دابا حاليا. يعني السربايه ولكن كلشي بغا يستغلك. ولكن كلشي غيستغلك من الباترون غيستغلك. لا 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 عاد الكليان وعاد الناس اللي خدامين معاك وعاد بزاف تاع الحوايج ما لقيت حتى شي خدمه. قلت لك اقسم بالله شتي كون ما جيتوش عندي اليوم كنت اليوم اقسم بالله تمشي لاي بلاصه وغنطحر منها صافي حيت عييت. ما بقى عندي حتى شي حل ما بقى عندي حتى شي باب غادي ندق. ما بقى عندي حتى شي واحد غادي نقول ليه عفاك غير سلفني. سلفني غير باش نعيش ما عندي سلفني غير ما نصرف وعلى الاقل غير كنقلب على خدمه ما كاينش اللي يسلف. عييت. لا حول ولا قوه. شنو كطلبي اليوم شنو الرساله ديالك للمغاربه الناس؟ الرساله ديالي للمغاربه يتعاونوا معايا حيت يحسبوني اختهم يحسبوني امهم بنتهم. عييت حاجه واحده اللي بقات لي غنطحر. انا بغيت غير نعيش بغيت ندير شي مشروع ديالي اللي غنتستر به وحتى شي واحد ميلاعب فيا ونمشي براسي مرفوع على الشيء اللي بغيت. يعني باغي تخدمي في المجال ديالك يعني ديال الحلاقه ديال المجال ديالي شي اي حاجه شتي نمشي نبيع ونشري البيض المهم شي حاجه ديالي شي مشروع ديالي اللي غادي نخدم فيه وحتى شي واحد ما غينعك فيا ولا يحقرني. اذا كان شي واحد غادي يجهز لك محل تخدمي معاه بالنص ماشي مشكل نخدم المهم غير نخدم في شي حاجه اللي ما نتحقرش فيها وشي حاجه اللي ما غاديش تطيح كرامتي فيها الارض شي واحد اللي ما يمرمدش بيا يمسح بيا الارض ما عنديش مشكل. قولي الرقم ديالك الناس اللي كيشوفونا اللي بغاو يتعاونوا معاك. الرقم ديالي 007 04 74 64 45. عاوديها 007 04 74 45 45. لا 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 الله يدير تعبك. أنا شكرا سيدي.